مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا يوم جديد حلقه جديده السادسه مساء. اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه النهارده فيها او خلينا نقول عنوانها خانه اليك، مازق الحقيقه بتتعرض ليه الكره المصريه، وهنتكلم في تفاصيله على مدار الحلقه. اتمنى ان شاء الله ان احنا نخرج على اقل تقدير بتصورات لمواجهه الموقف ده. كلام على بطولات افريقيا او المواعيد اللي حددها الاتحاد الافريقي طبعا لتسجيل الفرق اللي هتشارك في بطولات افريقيا في السيزون اللي جاي. بس اسمحوا لي قبل ما ادخل في تفاصيل الحلقه والعناوين ارحب بساره. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، مساء الخير على كل جمهور قناه الاهلي. حلقه جديده من برنامج السادسه، هنتابع مواضيع كثيره جدا سواء في الكره المحليه او تدريب الاهلي، ومعانا طبعا مراسلنا من ملعب التتش وكمان الكره العالميه، وهيكون كمان معانا ضيف مهم كابتن اسيد حمدي نتكلم معاه عن مسيرته الرائعه مع النادي الاهلي وعن تفاصيل كثير في حياته. حقيقه يمكن قبل ما ندخل في الموضوعات ونبتدي بالعناوين، نقطه نظام الفترة الأخيرة الحقيقة سارة يمكن لاحظنا بشكل كبير جدا كلام، والكلام هنا مش على نادي معين، الحقيقة مش بقصد نادي بعينه، أنا بقصد إنها يمكن تكون ظاهرة متكررة على لسان عدد كبير جدا من مسؤولين في أندية، سواء رؤساء أندية أو مسؤولين على ملف التعاقدات أو على مستوى مديرين فنيين. دايما تلاقي الأهلي محطوط في جملة للأسف شديد غير مفيدة، وما تفهمش الحقيقة إيه السبب من ده. ناس بتتكلم على إنه الأهلي هو السبب في الهزيمة، أو أنه لم يراعي ظروف معينة لنادي معين كان عنده إصابات بفيروس كورونا، أو أنه هدفنا الوحيد أو الرئيسي وأن احنا نكسب النادي الأهلي. والحقيقة التصريح الأخير ده طبعا أنا بعتقد أنه في تقدير لا يصح ولا يجوز للنادي كبير. أنا بتكلم تحديدا على أمير مرتضى اللي اتكلم على مباراة القمة وقال أنه احنا يكفينا فقط الفوز على النادي الأهلي. الحقيقة الهدف ده هدف معظم الأندية أو كل الأندية اللي بتواجه النادي الأهلي، وده دايما الحقيقة يعني يليق بعظمه وتاريخ النادي الاهلي. كون انه النادي الاهلي الحقيقه يكون هدف فقط او الفوز على النادي الاهلي هو هدف لكل الانديه، ده شيء يعظم من قدر النادي الاهلي ولا يقلل منه على الاطلاق على فكره، لانه معظم الانديه بيكفيها شرف الفوز على المارد الاحمر، لكن ده بالنسبه لنا مش في الحسبان، احنا هدفنا هو البطولات ورصدنا من البطولات اللي بنتمنى دايما ان هو يكون في زياده مستمرة. واعتقد ان التصريح من النوع ده ان اساء فهو بيسيء للنادي الاهلي وللنادي الزمالك ولرموز نادي الزمالك وللعيبه نادي الزمالك ولجماهير نادي الزمالك. الخلاصه عشان ما اطولش على حضراتكم، انا اتمنى وبشوف انه المجهود الكبير والتركيز الكبير اللي بيبذله عدد من المسؤولين في الانديه المصريه المختلفه مع النادي الاهلي، لو بذل نفس المجهود ونفس الوقت الضايع على او في التركيز على مشوار انديتكم ومحاوله حصولكم على البطولات، اعتقد النتيجه بالنسبه لكم هتكون مختلفه بشكل